السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد الجو حر محتاجين مشروبات كده ترطب على قلبنا مشروبات باردة مثلجة وفي نفس الوقت ما يكونش فيها مكونات كتير مش موجودة أنا من النهاردة مشروب الشوكولاتة البارد بثلاث مكونات بس سهل وبسيط وسريع تابعيني اذكري الله صلى على رسول الله أفضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة هنحط في الخلاط كوباية من الحليب البارد المثلج يعني الحليب يكون بارد خالص لو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا تعملي لايك بعد كده هنحط السكر السكر طبعا بيكون حسب الرغبه حطي السكر الكميه اللي انت حباها عشان انت بتختلف من شخص للتاني يعني بعد ما نضيف السكر وزي ما قلنا هنحط السكر حسب الكميه اللي احنا حبينا هنضيف بعد كده معلقه كبيره من الكاكاو الخام البودره يعني كل كوباية حليب تعمليها هتحطي عليها كوباية آه معلقة من الكاكاو وحطي السكر اللي انت حباه بعد كده هنزين بقى الكوباية اللي هنحط فيها بصوص شوكولاتة وطبعا الخطوة دي اختياري اعمليها لو حابة بس بعد كده بقى المكونات اللي احنا حطيناها في الخلاط هنضربها في الخلاط كويس هنحط بقى مكعبات التلج ولو حباه مجروش ممكن تجرشيه آه مع المكونات اللي موجوده عندنا في الخلاط لو الخلاط عندك بيضرب تلج عادي حطينا الثلج وبعد كده هنضرب مكونات دي في الخلاط اضربيها شويه كتير يعني شويه يعني حلوين شويه صغيرين علشان خاطر القوام يبقى كثيف معاكي خلاص كده ضربنا في الخلاط كويس هنحط بقى في الكوبايه بتاعتنا والتزيين اختياري حابه تزيني زيني مش حابه خلاص مفيش مشكله زي ما تحبي يعني ممكن على كده او نزين برشه من الكاكاو على الوش وممكن نزين بكريم شانتيه زي ما انا عملت كده كان عندي شويه في التلاجه بصراحه ما مخصوص فالتزيين اختياري تزيني بكريم شانتيه زي كده انا مزينه بكريم شانتيه شوكولاته وشويه صوص شوكولاته زي ما قلتلك التزيين اختياري بس كده وبقى عندك مشروب لو حابه تروحي تشتريه من او تشربيه في اي كافيه هيبقى غالي خالص ولو حضرتيه في البيت هيبقى بمنتهى البساطه والسهوله كده مش هيكلف معاكي حاجه خالص وفي نفس الوقت يرطب على القلب في الحر ده منعش كده ولذيذ بجد خطير خطير جربيه وسبيلي رايك في الكومنتس اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم واتمنى لكم يوم سعيد ما تنسوش لايك واشتراك وشير للفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته